مساءكم سعيد مشاهدينا، نشرة الأخبار الرئيسية مباشرة من القناة الأولى بالرباط. نبدأها كالعادة بالعناوين البارزة. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تشرع مؤسسة محمد الخامس التضامن في إنجاز برنامج التدخلات الإنسانية في إطار عملية مواجهة البرد القارس شتاء 2018. وبوزارة الداخلية اجتماع لبحث السبل الكفيلة بمواجهة موجات البرد والإجراءات المتخذة للتخفيف من أثارها على الساكنة بعدد من المناطق الجمالية. العملية في شطرها الأول تهم أقاليم خنيفرة، ميدلت، أزلال والحوز. تساقطات ثلجية شهدتها عدد من مرتفعات المملكة وصلت إلى 30 سنتيمترا، ومصالح التجهيز والنقل تواصل فتح الطرق وتتبع حركة السير بالمناطق المغمورة بالثلوج. نظام جديد لتصحيح الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها يدخل حيز التنفيذ، إجراء يندرج في إطار إصلاح الإدارة وتقريب الخدمات العمومية من المواطنين. أهلا بكم من جديد. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية اليوم بعمان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، الذي نقل لجلالته رسالة شفوية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وذكر بيان للديوان الملكي الأردني أن هذه الرسالة تتعلق بالعلاقات بين البلدين الشقيقين والتطورات الإقليمية. وأضاف البيان أن الملك عبد الله الثاني حمل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي نقل تحياته لأخيه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الأردن والمغرب والحرص على توطيدها في كافة المجالات. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تشرع مؤسسة محمد الخامس للتضامن في إنجاز برامج التدخلات الإنسانية في إطار عملية مواجهة البرد القارس شتاء 2018. وكعادتها تتجند مؤسسة محمد الخامس للتضامن للتدخل لفائدة العائلات المعوزة القاطنة بالعالم القروي للتخفيف من أثار موجة البرد والتساقطات الثلجية المرتقبة. أمين السليماني. في بداية الاجتماع نوه وزير الداخلية بالمجهود المبذول من طرف جميع القطاعات المعنية وفق مقاربة استباقية مكنت من مواجهة الظروف التي يخلفها الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، لا سيما عند تهاطل الثلوج بكميات كثيفة. وزير الداخلية أكد خلال هذا الاجتماع أن وزارة الداخلية على وعي تام بمتطلبات المرحلة وعلى استعداد بمصالحها المركزية والإقليمية وجميع المصالح الأمنية المعنية من درك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية وكل مكونات السلطة المحلية للقيام بالواجب لتخفيف العبء على الساكنة المتضررة بمختلف المناطق تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية قامت بتطبيق مقتضيات المخطط الوطني الشامل الذي دأبت على إعداده سنويا منذ سنة 2009، والذي استهدف أزيد من 1200 دوار تابعة ل 169 جماعة محلية عبر 22 إقليما وبمجموع ساكنة يقارب 514,000 نسمة. وبخصوص هذه السنة قامت اللجنة الوطنية بمواكبة عمل اللجان الأقليمية وتنزيل المخطط الوطني من خلال إعداد دفعة أولى من المواد الغذائية الأساسية تضم 26,000 حصة من ضمن 50,000 تم تأمينها لهذه الغاية، توصلت بها أقاليم الحوز، الحصيمة، بني ملال، أزيلال، بولمان، شفشاون، خنيفرة، إفران، ميدل، تورير، تلودان، تازة وتنغير، والتكفل ب 4665 شخص بدون مأوى من خلال إيداعهم بوحدات استقبال آمنة. بالإضافة إلى تهيئة 900 منصة لنزول الطائرات المروحية المعبأة لهذه الغاية التابعة لمصالح الدرك الملكي ووزارة الصحة بنسبة تغطية تراوح 75%، كما تم إحصاء وتتبع 3681 امرأة حامل تم التكفل ب 205 من المقبلات منهن على الولادة لحد الآن بالمراكز الصحية أو دور الأمومة. الحمد لله كاين 660 طبيب
معباه اكثر من 1950 ديال الممرضين، عندنا حوالي 43 مستشفى، عندنا واحد 9 ديال الوحدات الصحيه متنقله، وعندنا كذلك اكثر من 400 سياره ديال الاسعاف. هذه كلها بطبيعه الحال معباه لهذه المرحله ديال البرد. بغيت كذلك نشير الى انه هذه السنه وتعليمات من جلاله الملك، هذيك المستشفى المتنقل عندنا مشى الميدلت اللي هي منطقه الان تتعرف واحد الموجه البرد كبيره جدا، وهذا المستشفى اللي الان موجود في ايميل شيل بدا الخدمات ديالو. كما تم التنسيق مع مديريه الطرق التابعه لوزاره التجهيز والنقل من اجل توظيف 75 سائقا اضافيا لاليات ازاحه الثلوج في اطار تعاقدي برسم هذا الموسم لمواجهه الخصاص المسجل على صعيد الموارد البشريه. كاين اكثر من 956 اليه اللي هي اساسا اليه مرتبطه بازاحه الثلوج اللي بدات تشتغل، انا تكلمت على تقريبا 5000 كيلومتر اللي مغطات بالثلوج، وانطلاقا من البارح بدات الاشتغال ديالها، والحمد لله هذا العدد ديال الاليات دعمناه هذه السنه باش يمكن لنا بطبيعه الحال ان نشتغل على قدم وساق باش جميع الطرق ما تقطع الا لفترات محدوده جدا. كما تم مد اقاليم الحوز الحصيمة بني ملال ازلال بولمان شفشاون خنيفرة افران ميدلت تورير تازة وتنغير ب 26650 من الاغطية كدفعة اولى لمواجهة موجة البرد القارس. 22 اقليم كاين فرق، يعني كاين فرق ديال التدخل، كاين اليات ديال التدخل، كاين امكانيات احتياطية في حالة اذا وقع مشكل في يعني في في في, في الشبكة الكهربائية. هناك إشكال آخر تمت الإشارة إليه، وهو أنه بعض الأحيان يقع انقطاع ديال واحد العدد ديال الطرق، وبغينا هذيك الفترة ديال الانقطاع ما يكونش هناك خصاص على مستوى البوطة على مستوى قنينة الغاز، وبالتالي كاين متابعة دقيقة حول تزويد المناطق والأقاليم واللي هي معنية بالدرجة الأولى بهد الموجة ديال البرد باش يكون إن شاء الله الاحتياط كافي. من جهة ثانية تم تحديد أماكن تخزين ونقط بيع حطب التدفئة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والسهر على توفير وتوزيع العلف للماشية نظرا لاعتماد ساكنة هذه المناطق على تربية الماشية، بالإضافة إلى تغطية 1075 دوارا بشبكة الهاتف الخلوي بنسبة 89%، ويجري العمل على إعداد برنامج خاص لتغطية ما تبقى من الدواوير بالهاتف عبر الأقمار الاصطناعية. كان هذا مشاهدينا تقرير عن اجتماع عقد اليوم بمقر وزارة الداخلية بالرباط تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لبحث السبل الكفيلة بمواجهة موجة البرد القارس التي تجتاح عددا من عمالات وأقاليم المملكة. هذا اللقاء ضم مختلف القطاعات المعنية وتناول الإجراءات والتدابير المتخذة للحد من تداعيات هذه الموجة وتخفيف آثارها على الساكنة كما تابعنا في الروبورتاج. وكما أشرنا إلى ذلك تشرع مؤسسة محمد الخامس للتضامن في إنجاز برامج التدخلات الإنسانية في إطار عملية مواجهة البرد القارس شتاء 2018 تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. أمين سليماني. ذكر بلاغ مؤسسة محمد الخامس للتضامن أن المؤسسة تتجند كعادتها للتدخل لفائدة العائلات المعوزة القاطنة بالعلم القروي للتخفيف من آثار موجة البرد وهبوط الثلوج المرتقبة في إطار برنامج التدخلات الإنسانية ابتداء من اليوم السبت بأقاليم الأطلس الكبير والصغير. وأضاف البلاغ أنه ككل سنة تنفذ المؤسسة هذه العملية في حالة تدهور ظروف الطقس، لا سيما عند هبوط الثلوج بكميات كثيفة تعرض الساكنة بالمناطق الجبلية للعزلة وتحد من إمكانية اقتناء المواد الغذائية. وبمقتضى التنسيق بين المؤسسة ووزارة الداخلية والسلطات المحلية يشير نفس البلاغ تم توفير ما يلزم من الأطر والآليات اللوجستيكية للتدخل في المناطق المبرمجة. وهكذا يبرز البلاغ عبأت المؤسسة أطرها لتسهر على تقديم الدعم والمساعدة للعائلات الفقيرة للتخفيف من آثار موجة البرد، مضيفا أن ساكنة هذه المناطق المستهدفة ستستفيد من رزمة من المواد الغذائية مكونة من الدقيق والأرز والسكر والشاي والزيت المائدة والحليب المجفف والأغطية.
وخلص البلاغ إلى أن فرق المؤسسة ستتدخل في الشطر الأول من هذا البرنامج في أقاليم خنفرة ميدلت وأزيلال والحوز، بحيث سيهم هذا البرنامج الإنساني آلافا من المستفيدات والمستفيدين بدواوير الأقاليم السالفة الذكر، وذلك حسب برنامج يهم إقليمي ميدلت والحوز اليوم السبت، وإقليم خنفرة يوم غد الأحد، وإقليم أزيلال بعد غد الاثنين. وبالفعل شرعت مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم على صعيد إقليم الحوز في تنفيذ برنامجها لمواجهة أثار البرد وانخفاض درجات الحرارة. العملية شملت اليوم 650 أسرة من جماعة ستيفاتما وكيمدن تغديوين وأيتورير، استفادت سكنتها من أغطية ومواد غذائية. من علام بجمع الحفوي ومعتصم بالله البوعساوي. انخفاض درجات الحرارة وتغطي الثلوج الطرقات والمسالك، يصبح التزود بالمواد الأساسية من الإكراهات التي تواجه ساكنة المناطق النائية والجبلية بإقليم الحوز. للتخفيف من هذه المعاناة، حلت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بجماعة ستيفادما وجماعة تغدوين محملة بالمواد الغذائية والأغطية. الوصول إلى بعض الدواوير لا يكون دائما بالأمر اليسير نظرا لصعوبة التضاريس والمسالك في هذه المناطق. أعطانا المعاونة وجابوها لنا فوقتها، كاين البرد وكاين الثلج، وعطاونا الدقيق والسكر والزيت وأتاي وكل شيء، وتنشكروا سيدنا. وكنتمناو من الناس المسؤولين هني فاش تكون هذه الناس تكرسوا بزاف، هني تعانيو من جهة الطريق وتعانيو من جهة البهايم، هني الناس تكرسوا بزاف هذه الطريق، ولكن الحمد لله فاش تكون الخير هني الخير هي الأولى. نتشكر جلالة الملك تضامن محمد الخامس اللي عطاها لينا في هذا الوقت ديالو، جات في الوقت الثلج والوقت البرد، الله يجازيه بخير. عطاونا المانط، عطاونا الدقيق، وعطاونا السكر، وعطاونا الحمد لله، الله يجعل البركه. 250 اسره ينحدرون من اربع دواوير ستيفادما وأكيمدن، و400 أسرة ينتمون لأحد عشر دوارا بجماعة تغدوين وأيتورير، استفادوا من هذه المساعدات التي يتم توزيعها عبر نقة تراعي التخفيف من عبء التنقل من المناطق النائية. الآن بالضبط كنت وجدوا على مستوى قيادة ستيفادما، اللي هي على مستوى كاين ثلاثة ديال النقاط ديال التوزيع. هاد ثلاثة ديال النقاط ديال التوزيع سيستفيدوا على مستوى أكثر من 600 عائلة. هي مبادرة تستهدف أعدادا مهمة من الأسر المعوزة بالمناطق النائية لمساعدتها على مواجهة التقلبات المناخية والانخفاض الكبير في درجات الحرارة الذي تشهده العديد من الدواوير بإقليم الحوز في هذه الفترة الباردة. وعن حصيلة اليوم الأول من التدخلات الإنسانية لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، كان لنا قبل قليل اتصال هاتفي مع فريد الطنجاوي الجزولي مدير القطب الإنساني بمؤسسة محمد الخامس للتضامن. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله، بدأت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالتنسيق مع وزارة الداخلية بتوزيع الإعانات على السكنة القاطعه في أهل الجبال والمناطق النائية التي تعاني من قسوات المناخ. هذه المرحلة الأولى فهي ختم أربعة ديال العملات، اللي هي عملة الحوز، عملة ميدوس، عملة خنفرة، وعملة أزيلال. اليوم جوج ديال العملات عرفوا البداية ديال عملية التوزيع، وهناك عملة الحوز حيث استفادت من هذه العملية 400 عائلة في قيادة تغدوين، كما استفادت في عملة ميتس جوج ديال الجماعات اللي هي جماعة أكديم وجماعة أنزي، حيث استفادت 1760 عائلة. وغدا سيتم توزيع في عملة نفرة بالضبط في أجلمان، حيث ستستفيد حوالي 900 عائلة من هذه المساعدات. ويوم الاثنين غادي يبدا للتوزيع في عملة أزيلال، وهذه المرحلة الأولى من هذه العملية. تساقطات ثلجية مهمة شهدت بعض المناطق من بلادنا هذا اليوم بإقليم أزيلال، حيث وصلت مقاييس الثلوج إلى 60 سنتيمترا بالقمة و10 بالسفح. كثفت المصالح المعنية جهودها لتبقى الطرق مفتوحة في وجه حركة المرور. الصورة ينقلها روبورتاج زين إتلامين وعمر شليتي. للأبيض سطوة بأعالي أزيلال،
تكاد تختفي معالم الطريق تحت الثلوج. المنطقة تسحب معطفها الشتوي من دولاب الصيف. لم تتوقف نذف الثلج طيلة النهار. في مواسم الشتاء تنقطع الطرقات وتعزل المسالك القروية. السلطات المحلية تحسبت لهذه الظروف الطبيعية وتجندت لفتح الطرقات. فيما يخص قطاع الطرق فتم تجنيد 24 آلية قمنا بوضعها أو بمواقع بتسع مواقع استراتيجية. هذه المواقع تم اختيارها لتسهيل عملية التدخل ولكي تكون عملية التدخل ناجعة وفي ظروف وجيزة. جندنا 23 آلية لإزاحة الثلوج والاستعداد لفك العزلة على المواطنين في هذه الفترة هذه ديال 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 هذه الثلوج هذه. كل شيء متجند والحمد لله العملية كلها غادي تكون تدوز بخير وعلى خير. على المدينة أيضا تسقط كميات مهمة من الثلوج. لم يلتحق الجميع بالمدرسة فالبرد هنا ترتعش له الأبدان وبعض الطرق صعبة المسالك. المنطقة جبلية وعرة التضاريس. كاين ما يسمى بخلية اليقظة، تنعلموا الأساتذة والتلامذة باش تنعطلوا الدراسة وتنعوضها في أيام ملي تكون الأجواء مستقرة. غير بالنسبة للتلاميذ شوية كيكون عليهم قاصح الحال، كما شفتوا راه تقريبا ما تيلتحقوش، كتكون نسبة قليلة ديال الحضور. وهذا ما كان بالنسبة للأزلال، هذا هو الجو المناسب، هذا هو الجو العادي ديالها. سقط على القمة 60 سنتيمترا من الثلوج وعلى السفح 10. صعبة هي مواسم الشتاء بأزلال، تسوء فيها الأحوال الجوية ويفقد فيها المحرار صوابه فينحدر إلى ناقص 9 درجات تحت الصفر. مجهودات فتح الطرق في وجه حركة المرور وإزالة الثلوج متواصلة بكافة المناطق التي شهدت تساقطات ثلجية الأمس واليوم. الصورة نتابعها الآن من إقليم إفران مع أحمد الفضيل. من أسفل الحاجب في اتجاه العمق الأطلسي الشاسع لا شيء يعلو فوق سحر طبيعي أبيض أصبغه على المجال كساء ثلجي ممتد في كل الاتجاهات. جمال وروعة متفردة، تساقطات ثلجية وفي وقت وجيز غيرت وجه كل صور التشكل الطبيعي للأطلس، أعادت لهذه الربوع جاذبية الأيام الشتوية المثلجة المحودة. الحمد لله على الخير ديال مولانا، الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى، نتمنوا نصبروا حتى تحل الطريق. مرحبا مرحبا. الحمد لله على هذا الخير ديال مولانا اللي كنا كنتسناوهم شحال هذه، وكنقولوا بان المغرب خاصو شويه ديال الشتاء وديال سميتو، كنا كندعيو على الله باش يطيح لنا هذا الخير هذا. منذ الصباح لم تتوقف التساقطات الثلجية، تزايدت مقاييسها مع مرور الساعات، وفي الفترة ما بعد الثانية زوالا بلغت الذروة. عاصفة ثلجية فرضت إنزال حواجز الثلج في وجه المسافرين وحركة المرور. في الحاجز العلوي لأزرو توقف السير ولم يعد من سبيل أمام طابور من السيارات سوى الانتظار أو العودة. أصبح الطريق خطيرا وقلت مسافة الرؤية بشكل كبير. أمام الحاجز وقفت السلطات المختصة منبهة مستعملي الطريق إلى ضرورة إنهاء السفر، خاصة ما بعد أزرو في اتجاه الراشدية. وقفنا هنا، جينا من مكناس إن شاء الله غادي من الراشدية، جينا للأزرو لقينا الثلج، اللهم نوقفوا شوية ساعة ساعتين ولا حتى ثلاثة سوايع والسلامة ديالنا هي الأولى. نتمنوا اي واحد شيفور ديال الكاميو ولا الطوموبيل ولا يحاول هاد الثلج هذا يتمشى غير شويه، لقى البارير مسدود ريح حتى تحل الطريق ولا كونفوا ولا هادي، ويزيد مع الطريق ديالو. ان الحال شي شويه صعيب، كاين الكليساج، كاين ما كتحس بالطوموبيل حتى كتهرب بك في الجنب ولا هذا. نحو الراشدية طريق لساعات ظل مقطوعا لقوة العاصفة الثلجية، وحتى العودة نحو مكناس ظلت محفوفة بالمخاطر. جاء أخيرا تدخل كاسحة للثلوج لتخلص عشرات السيارات ظلت متوقفة لوقت مهم بين بوابتي أزرو.
وبالإضافة إلى هذه التساقطات الثلجية الهامة، عرفت مختلف مناطق بلادنا تساقطات مطرية سجلت أعلى مقاييسها بالرباط 45 مليمترا، 42 مليمترا سجلت بإفران، 33 مليمترا بكل من العرائش وبن سليمان، 29 مليمترا سجلت بطنجة، 28 بالمحمدية، 24 مليمتر بالقنيطرة، 23 بالجديدة، 22 بمكناس، 20 مليمترا بالدار البيضاء، 19 بخريبكة، 18 بشفشاون وسطات، 17 ملم بالنواصر، 15 ملم بورززات وتازة، 14 ملم بتزنيت، 12 ملم بأسفي وبني ملال، و9 ملم بسيدي سليمان، و8 ملم سجلت بمدينة مراكش. هذا فيما يخص الأمطار. أما الثلوج فقد شهدت مرتفعات بلادنا، مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، تساقطات ثلجية بلغت مقاييسها 30 سنتيمترا بجبل مريق بإقليم الزلال، و15 سنتيمترا بجبل طبقال بإقليم تارودانت، و13 سنتيمترا بجبل أولاد مبارك بإقليم بني ملال. هذه المقاييس سجلت الليلة الماضية من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة من صباح هذا اليوم. هذا وما تزال مديرية الأرصاد الجوية الوطنية تتوقع هطول أمطار قوية أحيانا عاصفية ابتداء من هذه الليلة وإلى غاية منتصف نهار يوم غد الأحد. هذه التساقطات ستهم أقاليم سلا، آسفي، الصويرة، الفقيه بن صالح، أزيلال، الحوز وتارودانت، كما ستهم أيضا كل من القنيطرة، الخميسات، بن سليمان، المحمدية، الدار البيضاء، سطات، الجديدة، خريبكة، مدينة خنيفرة، إفران، بني ملال، مراكش، قلعة سراغنة، شيشة وتزنيت وسيدي إفني. بالإضافة إلى ذلك تتوقع مديرية الأرصاد الجوية هبوب رياح قوية ابتداء من هذه الليلة وإلى غاية منتصف يوم غد، ستتراوح سرعتها ما بين 70 و 110 كيلومترات في الساعة، والمناطق المعنية بهذه الرياح هي الصويرة، أسفي، الجديدة، سطات، الرحمنة، مراكش، شيشة ورزازات، تارودانت، أزيلال، فقيه بن صالح، بني ملال، خريبكة، الرباط، سلا، طاطا، تزنيت، شتوكا، إتباها، أكادير، زقورة والرشتية. في موضوع آخر، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم عن قلقه البالغ إزاء التوترات الأخيرة المتزايدة بالقرب من الجرجرات والناجمة عن الانتهاك الصارخ من طرف البوليساريو لوقف إطلاق النار الموقع سنة 91-900-1000. وقال المتحدث باسم غوتيريس في بيان إن الأمين العام قلق بشكل عميق إزاء التوترات الأخيرة المتزايدة في المنطقة المجاورة للجرجرات في المنطقة العازلة، وشدد غوتيريس على أن انسحاب عناصر جبهة البوليساريو من الكرجرات في أبريل الماضي إلى جانب انسحاب العناصر المغربية من المنطقة في وقت سابق كان أمرا حاسما لتهيئة بيئة تفضي إلى استئناف الحوار برعاية مبعوثه الشخصي هوريست كولر. ودعا الأمين العام في هذا السياق لممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تصعيد التوترات، مشددا على ضرورة عدم عرقلة حركة المرور المدنية والتجارية العادية وعدم اتخاذ أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع الراهن. من جانبه أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بأن الأمين العام للأمم المتحدة يتقاسم مع المملكة المغربية انشغالها العميق بخصوص انتهاكات البوليساريو للاتفاقيات العسكرية وتهديداته بخصوص وقف إطلاق النار. وأكد السيد عمر هلال بأن المغرب قام بخطوات على مختلف المستويات منذ بروز أولى عناصر البوليساريو في المنطقة العازلة الجرجرات في الثالث من الشهر الجاري، بعدما اعترضت طريق المشاركين في لحاق تحدي الصحراء وأرغمت بأمر من قوات المينورسو على مغادرة المكان. وقال السيد عمر هلال أن المغرب يدين بقوة الاستفزازات المتكررة للبوليساريو. الآن إلى الأخبار الدولية مشاهدينا، ونبدأها من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهدت بعض دول أمريكا الشمالية وكذلك أوروبا موجة صقيع غير مسبوقة، إذ شلت الحركة اليوم في شمال شرق القارة الأمريكية برمتها ما أدى إلى اضطراب في حركة الملاحة الجوية، كما سجلت الحرارة درجات أدنى بكثير من المعدلات المعروفة لهذه الفترة من السنة. في نيويورك نزلت الحرارة إلى 10 درجات تحت الصفر، وفي كندا التي طالتها موجة الصقيع عدت الرياح العاتية والثلوج إلى إقفال الطرق عدة في شرق كيبك.
أما في الصين فقد أعلنت السلطات مقتل 13 شخصا جراء عاصفة ثلجية قوية ضربت مقاطعة أنهوي شرق البلاد ومتواصلة لثلاثة أيام، مشيرة إلى أن هذه العاصفة هي الأسوأ منذ العام 2008. وكانت اللجنة الصينية للحد من الكوارث قد أعلنت أن 9 مدن تعيش حالة الطوارئ جراء الثلوج. على الساحة السياسية العربية، جددت المملكة المغربية اليوم بعمان التأكيد على تضامنها القوي والثابت مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة. كان ذلك في أشغال الاجتماع الأول للوفد الوزاري العربي المصغر المعني بالتصدي للقرار الأمريكي لاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية 6 دول من بينها المغرب ممثلا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة. وشكل الاجتماع الأول للوفد الوزاري العربي المصغر المنوط به متابعة تداعيات القرار الأمريكي لاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها شكل مناسبة للمغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس لتجديد التأكيد على تضامنه القوي والثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن قضيته العادلة واسترجاع حقوقه المشروعة وفي مقدمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. من جهته أعرب الوفد الوزاري العربي خلال هذا اللقاء عن تشبثه بخيار السلام الذي لن يتأتى إلا عبر إيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين. خالد الأحمدي. انتزاع اعتراف دولي بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية هذا ما تسعى إلى تحقيقه الجامعة العربية. وفد لوزراء خارجية كل من مصر، فلسطين، السعودية، المغرب، الإمارات بالإضافة للأمين العام للجامعة العربية اجتمع اليوم بالأردن لبحث آليات التواصل والتشاور من أجل تنفيذ ما كلفه به المجلس الوزاري للجامعة العربية. نحن قرارنا واضح، نحن نريد أن نتحرك باتجاه إسناد الشعب الفلسطيني الشقيق. موقفنا واضح، ما الذي نريده من التحرك؟ ما نريده من التحرك هو التأكيد على بطلان القرار الأمريكي لاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، الحد من تداعياته، العمل على أن لا تسعى أي دول أخرى لأخذ مثل هذا القرار مرة أخرى، حشد مواجهة قرار سياسي بقرار سياسي ومواجهة قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل باعتراف بالدولة الفلسطينية والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، والحشد باتجاه التحرك السلمي. وهذه الخطوات العملية التي نعتقد أنها يمكن أن تسهم حقيقة في إسناد الشعب الفلسطيني الشقيق. اجتماع الوفد الوزاري العربي اليوم شكل أيضا فرصة لتقييم ما تم تحقيقه لحد الآن بعد إعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة لإسرائيل. الهدف الأساسي لمثل هذا الاجتماع في رأيي وهو ما حدث في عدة الساعات الماضية التي اجتمعنا فيها سويا، تم تقييم الشهر الماضي بكامله، بمعنى رحنا مجلس الأمن حققنا نجاح صحيح، في كان في فيتو أمريكي لكن كان في نجاح أنه الموقف الأمريكي عزل وبان أن في 14 دولة بتؤيد الموقف العربي أو الموقف الإسلامي أو الموقف المسيحي. رحنا الجمعية العامة فقيمنا نتيجة التصويت في الجمعية العامة وكانت نتيجة بصفة عامة إيجابية، ولكن هناك بعض الثغرات اللي استغلها الجانب الآخر، وبالتالي كيف يتم التعامل مع هذه الثغرات في 65 دولة يا إما امتنعهم يا إما تغيبهم. ومن المقرر أن يعقد اجتماع وزاري نهاية الشهر الجاري لمواصلة التحليل في أفق انتزاع حل قد يضمن حق الشعب الفلسطيني بأن تكون له دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67,900,000. بعد أيام من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف تقديم المساعدات للفلسطينيين مستقبلا، جمدت الولايات المتحدة 125 مليون دولار من التمويل الذي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وهو ما خلف موجة من الانتقادات من قلب فلسطين.
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصرع 17 مدنيا وإصابة نحو 35 شخصا آخرين بجروح هذا اليوم في قصف جوي على مناطق عدة في الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق. ويأتي تصعيد القصف على الغوطة الشرقية رغم كونها إحدى مناطق اتفاق خفض التوتر الذي تم التوصل إليه في ماي في أستانا برعاية روسيا إيران وتركيا. الآن إلى نيويورك حيث تحول اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي أمس لمناقشة الاحتجاجات في إيران إلى انتقاد الولايات المتحدة الأمريكية لطلبها اجتماع المجلس بشأن ما وصفته بعض الدول الأعضاء قضية داخلية تخص إيران. بعيدا عن أخبار العالم، أكد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي بالدار البيضاء أن إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يتم في إطار مقاربة تشاركية واضحة المعالم، وأن أي إصلاح لا يمكن أن يتم دون الإنصات لمختلف الفاعلين والشركاء. كان ذلك خلال لقاء تواصلي احتضنته جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، حضرته عن الأولى سعيد الإدريسي رفقة مصطفى أودة. هو اجتماع تواصلي ميداني يأتي بعد المصادقة مساء أمس لمجلس الحكومة على دراسة القانون الإطار المنظم لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لقاء يتدارس أيضا مع كيفية تطوير القطاع وكذا الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والنهوض بالبحث العلمي. جلسة العمل مع أعضاء مجلس جامعة الحسن الثاني تطرح خصوصيات وإكراهات عدة. التكوينات الجامعية في مدينة الدار البيضاء ينبغي أن تكون متنوعة ومتعددة بتنوع النسيج الاقتصادي والاجتماعي الموجود في مدينة الدار البيضاء كقطب اقتصادي قوي جدا، وكذلك مجال البحث العلمي. مجال البحث العلمي مهم جدا لأنه مختبرات البحث لدينا ينبغي أن تواكب أيضا حاجيات المقاولة وحاجيات سوق الشغل. ينبغي أيضا تعزيز الشراكة والتعاون للجامعة الحسن الثاني مع شركائنا الوطنيين والدوليين. وتعتبر جامعة الحسن الثاني أكبر مجمع لعدد الطلبة والبالغ عددهم 110 ألف طالب وطالبة موزعين حسب التكوينات على 18 مؤسسة جامعية، فضلا على 123 مختبرا و10 مراكز للبحث وأربعة أقطاب كفاءات. من بين 326 هناك بين 120 مسلك جامعي ممهنن مهني، فالعرض المهني بطبيعة الحال نحن نتفاعل مع محيط الدار البيضاء، نقوم باتفاق مع القطاعات الاقتصادية التي تريد أن تتعامل مع الجامعة لنلبي حاجيتها ونخلق مسالك تلبي أيضا متطلبات سوق الشغل. تحسين منظورية وجاذبية الجامعة وتعزيز وتقوية الشراكة مع القطاع السوسيو اقتصادي تشكل أهم أهداف مخطط العمل الذي تعتمده الجامعة خلال 2015 و2018. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على الصعيد الجهوي، قامت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بزيارة الإقليم الحاجب للوقوف على القضايا البيئية بالمنطقة والمخطط التنموي الإقليمي. عبد السلام الخلوي وإبراهيم الغوتي. مع المنتخبين وفعاليات الإقليم المختلفة تمت مناقشة مجمل القضايا البيئية على الصعيد المحلي، وذلك على ضوء عروض أحاطت بالبرنامج والمشاريع المستدامة التي يجري العمل لتفعيلها محليا من أجل تحقيق الإقلاع التنموي ووقف آثار تحدية بيئية يطرحها مشكل الصرف الصحي والمطارح العشوائية والمقالع والوحدات التحويلية للزيتون وغيرها. نأهلوا بلادنا باش يدخل المشروع ديال تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة اللي اتفق عليها جلالة الملك حفظه الله في أول مجلس وزاري. حنا اليوم عندنا المخططات العملية ديال كل قطاع، ولكن الأهم هو نخلقوا المجال ديال الالتقائية ديال كل المتدخلين باش يكون الإطار لتنزيلها في إطار ديال الالتقائية وديال الحكمة وديال كل التشاركية مع كل المتدخلين. نطمح إلى بعد ما المجلس الإقليمي اقتنى هذه البقعة ديال المطرح الإقليمي، نطمح إلى أن هذا المطرح يبدأ أشغال ديالو إن شاء الله، يبدأ في الشغل ديالو ابتداء من شهر 5 أو 6، على أساس أن جميع النفايات ديال الإقليم غتبقى تكب في هذا المطرح هذا.
زيارة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة جاءت لتحقيق الالتقائية بين المتدخلين في مشاريع التنمية المستدامة بالإقليم، مناسبة كذلك تم خلالها تسليم تجهيزات وأدوات تربوية لفائدة جمعية أساس لتجهيز 6 جمعيات تعمل لفائدة الفتاة القروية بالإقليم. نادي البيئة اللي تأسس في 1 نوفمبر 2017، واللي الحمد لله من ذاك التاريخ وحنايا كنقوموا بأنشطة تتعلق حول البيئة، توعية الفتيات للعمل داخل المؤسسة وخارج المؤسسة للمحافظة على كل ما هو بيئي. تقريبا وصلنا لواحد 90-95% من الإنجاز ديالها، ويمكن نعتبروا هذه المحطة ديال التصفية بمثابة نموذج اللي غادي يمكن يحتذى به بالنسبة لمحطة التصفيات اللي غادي تكون إن شاء الله في الإقليم، واللي غادي تستجيب لواحد المجموعة ديال المعايير. الزيارة الميدانية لكاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة جاءت بالأساس لتحقيق التواصل ولدعم جهود وأوراش التنمية الترابية ولإرساء مخطط مجالي يعمل على رفع التحديات المرتبطة بالبيئة ويحسن عيش الساكنة. في إطار لقاءات تواصلية مع مناضليه، نظم حزب البيئة والتنمية المستدامة لقاء تأطيريا مع ساكنة دار القداري بإقليم سيدي قاسم تحت شعار البيئة الآن. اللقاء مكن من الوقوف أكثر على التحديات التي تعوق التنمية بهذه المنطقة، وأيضا الإعداد للمحطة التنظيمية المقبلة للحزب. رشيد كانو، أمين شرقاوي. اللقاء التواصلي مع منتخب ومنسق الحزب بإقليم سيدي قاسم مكن مسؤول حزب البيئة والتنمية المستدامة من الوقوف على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعوق تحقيق تنمية مستدامة تخدم تطلعات المواطنين بالإقليم وعلى رأسها الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وسكن. اجتمعنا اليوم في إطار سأطير الشباب والمرأة القروية في دار قداري، وأهم المشاكل اللي كنعانيو بها هو مشكل الصحة والتعليم بالنسبة للمرأة. تم الاستماع للمشاكل اللي كيعانيها الإقليم، لا في القطاع ديال الفلاحة ولا في القطاع ديال الصحة ولا في القطاع ديال التعليم، اللي تم تسجيلها لدى السيد رئيس الحزب، والذي تم عرضها على المستوى الوطني وعلى القطاعات الوصية. اللقاء مكن من الخروج بأفكار مشتركة مع منسق فروع الحزب على مستوى الإقليم في عدة قضايا تنظيمية بما فيها التحضير للمؤتمر الوطني لشبيبة الحزب. مناسبة أيضا للتعبير عن مواقف حزب البيئة والتنمية المستدامة من كل ما يرتبط بالسياسات العمومية، خصوصا في القطاعات الاجتماعية، الصحة والتعليم والسكن والفلاحة. لقاء خرجنا منه بتوصيات سوف ندافع عن مصالح هذه المنطقة بناء على ملفات مضبوطة سوف نرفعها إلى السلطات الحكومية. البيئة وسبل الحفاظ عليها كانت حاضرة خلال هذا اللقاء من خلال الدعوة إلى الاهتمام بقضايا البيئة بالإقليم والمشاكل الناتجة عن كثافة الأنشطة الفلاحية وسبل ربطها أكثر بالتنمية. نظام جديد لتصحيح الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2 يناير الجاري، ينص على تخويل هذه الخدمة لكل الإدارات والمؤسسات العمومية إلى جانب المقاطعات والجماعات. نظام يدخل في إطار الإجراءات الهادفة إلى إصلاح الإدارة وتقريب الخدمات العمومية من المواطنين. عبد الحميد جبران وحسن سيلة. الملحقة الإدارية الثانية لمجلس مقاطعة حسان وكغيرها من مقاطعات وجماعات المملكة تشهد كل يوم توافدا كثيفا للمواطنين بغية تصحيح الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها، خدمة كثيرا ما تكتنفها صعوبات عدة. المشكل هو أنه يمكن تمشي تخواف وما تلقاش الوقت أنك باش تصحيح الإمضاء، أو لا كتكون تخدم في مدينة وعندك السكنة في مدينة أخرى. المواطن المغربي تيجي تيلقى الصف ما تيكونش عنده الوقت، تتكون شي وثيقة مزروبة باش ياخذها لشي إدارة أخرى، كان تيوقع واحد شوية ديال حتى في التعثر ديال إنجاز عدد من الوثائق. تعثر مرده كذلك في كثير من الأوقات إلى الضغط المفروض على بعض المقاطعات والجماعات.
قطعة حسان جاية في وسط المدينة، وعندنا بزاف ديال الإدارات والوزارات، وكاين بزاف ديال الشركات المؤسسات كلها كتجي، خاصة الأوقات اللي يكون فيها الضغط كثير هي في بداية السنة الدراسية وفي آخر سنة دراسية اللي يكون فيها تسجيلات، كذلك المؤسسات والمكاتب، مكاتب المحامون، مكاتب الموثقين، العدول، كلهم كيجيو عندنا هنا، كتبقى تكون واحد النوع ديال الضغط بهذه المواسم بالضبط. إشكالية دفعت الحكومة إلى تغيير النظام المعمول به حاليا عبر مرسوم صدر في شتنبر الماضي يمنح صلاحية الإشهاد على الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها لسائر الإدارات والمؤسسات العمومية، نظام دخل حيز التنفيذ مطلع هذه السنة. المؤسسات والإدارات العمومية اللي كتقوم ب يعني منح الوثائق الإدارية الأصلية، والآن يمكن المرتفق يطلب من هذه الإدارة هذه يعني تعطيه نسخ مطابقة للأصل، مثلا فالطالب الآن يمكن له يطلب للجامعة تمنح له مجموعة من النسخ من هذا من الدبلوم دياله. الحالة الأخرى ديال الإشهاد هو الإدارات اللي كتقدم خدمات عمومية، فهذه الإدارة هذه اللي كتقدم خدمات عمومية كتكون كتطلب من المرتفق مجموعة ديال الوثائق من بينها وثائق يعني مطابقة نسخ ومطابقة للأصل. في هذه الحالة هذه بلاص ما يلجأ المواطن للمقاطعة كيمكن له يطلب من الإدارة يعني اللي كيقوم بها بالخدمة دياله أنها تقوم بالإشهاد على مطابقة الوثيقة الأصل ديالها. النظام الجديد استحسنه المواطنون ويرون في حسن تفعيله ربحا للوقت والجهد. غادي تحل مشكل كبير، يعني تخرجي اي فيما انت كاين تقدر تحل هذا المشكل ديالك، يعني ما يبقاش عندك مشكل خصك تنقل من مدينه لمدينه باش انك تلحح الامضاء ديالك، فهي بادره طيبه ومزيانه للمواطن. هذا القانون انا كنايدو وكنتمنى ان شاء الله يكون خير، وكنتمنى المؤسسات يكونوا ملتزمين وكيضبطوا القوانين ديالهم. اجراء ترى فيه الحكومة أحد مظاهر إصلاح الإدارة وتقريبها من المواطنين، والذي يظل واحدا من أهم التحديات ببلادنا. الآن مشاهدينا إطلالة على جديد المشهد الثقافي الوطني في الفقرة الثقافية الأسبوعية، والزميل عبد الرحيم برشيخي. عبد الرحيم مساء الخير. مساء الخير مريم، وبالفعل هناك الجديد، فمحاولة فنية رائدة بإعادة إنتاج مسرحية أغنية التم لأهم كاتب مسرحي عالمي منذ ويليام شكسبير الروسي أنطوان تشيكوف. المخرج والممثل محمد ابن بار أحيا هذه المسرحية بأداء وإخراج قل نظيره، وأعطى الجمهور فرصة التعرف على حقيقة المسرح كمكون للحضارة الإنسانية. أحمد بن خديجة، ياسين مرافق، وخديجة رفيقي. أغنية التم حكاية عن معاناة لمن هم أصل الداء الفني، الممثلون. صرخة أطلقها الكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف استمرت في الزمان إلى اليوم. الممثل يؤدي دوره بجدية للناس ويحتفظ بمعاناته لنفسه. مسرحية من أروع ما كتب أنطوان تشيكوف، ولي مسرحيات عديدة، ولكن بالنسبة لي أنا مسرحية اللي كتقيس أكثر الممثل. علاش؟ لأنه كيف كنعرفوا الممثلين غالبا ما كيتطرقوا لمواضيع شتى، وغالبا ما كيتطرقوا لقضايا الناس، كيعالجوا قضايا الحياة، وقلما قلما كتلقاهم كي يتحدثوا عن دواتهم. تجربة حياة بالنسبة للممثل والمخرج محمد بن بار أكثر من 20 سنة من التعاطي مع هذه المسرحية بالنظر لقوتها في رصد ما يعانيه رجل المسرح الحقيقي. أشبه بالقبر الذي يختفي فيه الموت. هي رد اعتبار للممثل ورد اعتبار للفنانين الكتومين، الفنانين النبلاء اللي ما كيسعوش وراء الشهرة وما كيسعوش وراء الجاه والمال، اللي كيخدموا الفن أكثر، وماشي غير الممثلين، لأنه المسرحية في الحقيقة كتعالج قضايا الفن عامة.
عمل فني أتاح الفرصة لفنانين آخرين من أداء متميز ولأول مرة على خشبة المسرح. كنت أغني أفضل، كانت في عروقي دماء تغلي لك المشكلة. أول مرة كنلعب هذه الشخصية هذه مع مريم التلس، والسي محمد بن بار هو اللي أصر باش نلعب هذه الشخصية. في الحقيقة أنا كنلعب الموسيقى ماشي ممثل، وغادي ناخذ هذه كتجربة إن شاء الله. بحيث لا يريد أن يكون رومانيا. أغنية التم معشوقة محمد بن بار عرض فريد، لأنه أنجز من رحم معاناة حقيقية. وأنت أيها النيران والعواصف اظهري بكل ما أوتيت من قوة، اعصفي وحطمي وحرقي. احتضنت مدينة خنيفرة الدورة السابعة للملتقى العربي للقصة القصيرة جدا، دورة بمشاركة أدباء مغاربة وضيوفهم الأجانب. ويروم الملتقى النهوض بهذا الجنس الأدبي وأيضا إشاع ثقافي للكتاب. هدى مسهل وأحمد الفاضل. المهرجان العربي السابع للقصة القصيرة بخنيفرة محطة جديدة تحتفي بالقصة القصيرة جدا كجنس أدبي برز بشكل كبير خلال العشرية الأخيرة، وتسعى إلى تثمينه عبر الانفتاح على تجارب مختلفة في هذا التوجه الأدبي. نشر القصة هو أكثر من نشر الرواية. علاش؟ على خاطر نحن الآن في عصر السرعة، والضغوطات الاجتماعية تخلي الإنسان ما عادش عنده القدرة باش يقرأ رواية طويلة، حتى الحجم أصل يعني الكتاب أصبح قليل يعني، والإنسان لا يستطيع أن يخصص وقتا كثيرا لقراءة رواية طويلة. القصة القصيرة هي فن من الفنون الإبداعية الأدبية وكذلك الرواية، يشتركان في السرد في كونهما سردا، ولكنهما يختلفان من ناحية الوعاء القصصي والوعاء الزماني ومن ناحية التقنيات التي تستعمل في كليهما. كل جنس مفصول عن الجنس الآخر، يعني ممكن الكاتب ديال القصة ممكن يكون كاتب قصة من غير ماشي بالضرورة يبدأ بالقصة ويكمل بالرواية، يعني الروائي ممكن يبدأ بالرواية والقاص ممكن يبدأ بالقصة وهكذا، يعني ممكن الروائي يرجع للقصة وممكن القصة تمشي للرواية. المهرجان عرف تنظيم ندوات وورشات حول القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا، كما تم تكريم القاص والروائي والناقد المغربي محمد أمنصور. هذا التكريم أعتبره تكليفا، وأرجو أن أكون عند حسن ظن الإخوة الذين فكروا في هذه المبادرة. كما أوجه من هذا الموقع تحية إلى جميع ساكنة مدينة خنيفرة. ومن بين أهداف هذه المحطة الأدبية أيضا نهوض بالمجال الثقافي في هذه المدينة الثرة بأسماء مغمورة، الثرة بالشباب المتعطش للإبداع بكل أصنافه. فعندنا مشتل في القصة القصيرة وفي الشعر وفي الزجل وفي الرواية. مجموعة من الكتاب والنقاد والأدباء العرب يساهمون في هذه المحطة الأدبية التي اختارت الاحتفاء بالقصة القصيرة كجنس أدبي برع في أدائه وساهم في نشره عدد من الأدباء المغاربة. نوع أدبي بل شعري جديد، الهايكو، عدد شعرائه في المغرب في تزايد مستمر. مدينة إفران احتضنت ملتقى خاصا بهذا النوع الإبداعي ذو الأصول اليابانية والقصير جدا لغة والغني في صوره الشعرية. عبد الحميد جبران وأحمد الفاضل. البحيرة الصامتة تشرب النهار إلى آخر قطرة، لننتظر قليلا من حقل النعناع. هي أبيات من لون الهايكو الذي لم ينتظر طويلا ليفرض وجوده في الساحة الشعرية المغربية، قادما إليها من حضارة يابانية بعيدة، لكن بعض أبيات متقنة البناء كفيلة بأن تقرب المسافات والثقافات.
الهيك هو شكل تعبيري يعتبر في الحقيقة كوعاء حضاري للحضارة اليابانية، والآن يعرف يعني ربما نوع من الاتساع والانتشار بمختلف الحساسيات وبمختلف اللغات، بدليل أننا اليوم نعلن المغرب يعني كمنصة وكقلعة لهذا اللون الشعري الجديد. لون شعري بات له عشاقه الكثر من شعراء المملكة يعتبرونه إضافة للحقل الشعري العربي. هو إغناء وإفراء لها، وليس بديلا لأي نوع آخر من الشعر، بل إنه يضيف جماليات جديدة، يغني الشعر العربية بما له من مقومات مثل البساطة والآنية وغيرها من المقومات التي يقوم عليها الهايكو، الذي يشتغل على الصورة من أجل نقلها إلى المتلقي بشكل فني يغني الشعر العربية. انتشاره السريع جعل من تنظيم الملتقى الأول لشعراء الهايكو بالمغرب ضرورة أدبية وشعرية ببرمجة غنية. هناك معرض تشكيلي لمجموعة من الشعراء الذين اشتغلوا على قصائد الهايكو، وهناك الندوات الفكرية التي استدعينا لها باحثين مرموقين وجامعيين سيقاربون هذا الجنس الشعري الذي كما قلت أخذ في ازدياد خلال السنوات الأخيرة، وهناك طبعا الأمسيات الشعرية. ولأن أي صنف شعري لا يستقيم بمعزل عن الصورة بتقنيات استعارية ومجازية، جعل الهايكو من عناصر المشهدية الحية والبساطة المدهشة أدوات ليكون ترجمة لغوية لجمال العالم. طيلة شهر يناير يعرض الفنان التشكيلي عبد العالي سحتوت 21 لوحة بمؤسسة الحسن الثاني بالرباط، لوحات تتميز بالواقعية. الفنان عاش أزيد من 4 عقود بالديار البلجيكية، تجربة أغنت مساره الفني. زينة أيت لمين، أمين الشرقاوي وعز الدين أبو الجيوش. عالم عبد العالي سحتوت، وجوه وتعابير وألوان للجسد في لوحاته، لغة تتماهى مع خيالات الزائر. Mes peintures en général c'est un réalisme moderne. لوحاتي تعبر عن واقعية عصرية، مواضيعها لغة الجسد وانفعالاته. للجمهور قراءة شخصية للوحاتي. الفنان يترك لك حرية التأويل، كل لوحة سفر داخل الذات، شخوص لوحاته تتنازعها أحاسيس وانفعالات. Nous avons fait des études ensemble à l'académie دي بروكسل. درسنا سوية بأكاديمية بروكسل، عملنا لمدة 3 سنوات. يشتغل على النقش والرسم، لكنه قوي في الرسم خصوصا التجسيدي. فن عميق نابع من تقنية عالية، ريشة الفنان أطوع من بنانه. لعبد العالي سحتوت أسلوب راقي للتعبير عن مكنونات أحاسيسه، هو المخضرم بين ثقافتين. إلى هنا تنتهي الصفحة الثقافية، وأعود إليك مريم. شكرا جزيلا عبد الرحيم بن شيخي على هذه الجولة الثقافية والفنية الأسبوعية. شكرا. مشاهدين محبي الرياضات الميكانيكية يجدون في صحراء مرزوقة فضاء مناسبا لممارسة هوايتهم التي تكسر في بعض الأحيان هدوء المكان وراحة السكان والزوار، وهو ما دفع عددا من الفاعلين إلى تقنين ممارسة هذه الرياضات بممرات محددة، كما سنتابع في ريبورتاج حنان أرسلان ويسيل مازي. مرزوقة جوهرة المغرب، يأتيها القاصي والداني للاستمتاع بجمال طبيعتها وشروق شمسها وامتداد رمالها.
البحث عن الهدوء والسكينة مقصد كل زائر إلى المكان، غير أن ضجيج العربات الميكانيكية والدراجات بات يقلق الساكنة. هاد الناس اللي كيجيو لك واد ديالهم ويجيو لهنا يحاولوا ما امكن، علما ان كاين مجالات خاصه لممارسه هاد الرياضات الميكانيكيه يمشيوا ليها وراه حتى ما كاين حتى شي اشكال، علما ان المجال الغربي ديال الكتبان الرمليه اللي فيه واحد الكثافه سكانيه كبيره وفيه تجمعات كبيره ديال المحلات السياحيه، وكنحاولوا ما امكن باش هذيك المنطقه تبقى خاصه للناس الراجلين والناس اللي كيديروا مثلا ليكسكيرسيون بالجمال. التلوث السمعي للمحركات العربات والدراجات استدعى اجتماعا مصغرا لبعض مهني القطاع السياحي المحلي، والحضور أيضا جمعوي إسباني لمحبي البيئة والداعين للحفاظ عليها. El tema de la reunión es hablar sobre la comunicación del plan de protección de las dunas. موضوع هذا اللقاء هو التواصل ومخطط حماية الكثبان الرملية. لقد بيّنوا لنا أن هناك عملا مهما سبق إنجازه، وقد عاينا الأمر على أرض الواقع. الرياضات الميكانيكية صراحة كتعيش منهم المنطقة باش ما غاديش ننكروها، ولكن لي زانكونفينيون ديالهم كثار على لي بينيفيس، بحال يعني الحيوانات لا فاون مشات هربات لي فينيك بار اكزومبل، ما بقاوش ما بقيناش كنشوفوهم وسط الرملة ما كنلقاوهمش، والناس اللي كيبغيو يريحوا ويشوفوا لو كوشي دو سولي ولا لو لوفي دو سولي كيعانيو وكيبرزهم هذاك الضجيج عوض ديك الراحه اللي كيعطيها الرمله فاش تكون جالس وكتستمتع بالهدوء والسكوت. وحتى لا يتم حرمان محبي الرياضه الميكانيكيه من هوايتهم، تم تحضير مقترح يضمن ممرات محدده لممارسه هذه الهوايه مع احترام هدوء وسكينه المنطقه والحفاظ على الثروه الحيوانيه والايكولوجيه لصحراء مرزوقه. تستعد مدينة طنجة لاحتضان نهائيات كأس إفريقيا للمحليين إلى جانب مدن الدار البيضاء مراكش وأكادير، فيما يبقى رهان المنظمين متمحورا حول قوة الحضور الجماهيري لتأثيث جنبات الملعب الكبير لطنجة. محمد أمين نوري وعبد العلي جنوني. عروس الشمال طنجة من المدن التي ستحتضن على أرضها منافسات كأس إفريقيا للمحليين وبالضبط مباريات المجموعة الثالثة، حيث يبقى هم المنظمين متمركزا حول قوة الحضور الجماهيري لمتابعة البطولة. كنشوف بأن الجماهير ديال طنجة فغادي تكون في الموعد وغادي تحاول بأن تحاول تشارك هي في صنع الحدث، أن هذا حدث اللي خصنا نسوقوه واحد التسويق عالمي اللي باش يزيد يدعمنا في الملف ديالنا ديال كأس العالم إن شاء الله بإذن الله. الملعب الكبير لطنجة محور الراحة التي حولها سيدور صراع المنتخبات الأربع الطامحة للعبور وتقديم أفضل العروض. وهذا شرف كبير تكون مدينة طنجة من بين المدن اللي غادي تحتضن كأس إفريقيا المحليين، وكيفاش كنشوف إن شاء الله غادي يكون خير إن شاء الله، ونطلبوا من الله يكون جمهور يحضر مباراة. قبل أيام عن انطلاق الموعد المرتقب أشغال صيانة وإصلاح تهم بعض التحسينات الطفيفة وتثبيت لوحات الإشهار الإلكترونية، عدا ذلك الملعب كان جاهزا على الدوام لاحتضان كبريات التظاهرات العالمية. هو مكسب للرياضة في هذه المدينة طنجة التي كانت في الأمس القريب هي بعيدة عن احتضان مثل هذه التظاهرات، ولكن بتشييد هذا الملعب هذه المعلمة الرياضية بمدينة طنجة والتي أصبحت الآن قبلة ليس للمحطات الإفريقية ولكن قبلة عالمية، فريق برشلونة لعب هنا، فريق سانتيتيان لعب هنا، فريق أتلتيكو مدريد لعب هنا، وبالتالي على أنه الملعب أعطى قيمة مضافة رياضية لهذه المدينة. إذا على أرضية هذا الملعب ستجرى مباريات المجموعة الثالثة التي تضم كل من منتخبات ليبيا، رواندا، نيجيريا وغينيا الاستوائية، والرهان الأكبر يظل متعلقا بماذا الحضور الجماهيري الكبير لمتابعة هذه المباريات هنا بالملعب الكبير لمدينة طنجة. محمد أمين النوري، عبد العلي جنوني للقناة الأولى، طنجة.
إلى هنا مشاهدينا تكون نشرتنا قد استوفت كل موادها. تذكير بأهم ما جاء فيها. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تشرع مؤسسة محمد الخامس التضامن في إنجاز برنامج التدخلات الإنسانية في إطار عملية مواجهة البرد القارس شتاء 2018. وبوزارة الداخلية اجتماع لبحث السبل الكفيلة بمواجهة موجة البرد والإجراءات المتخذة للتخفيف من أثرها على الساكنة بعدد من المناطق الجبلية. العملية في شطرها الأول تهم أقاليم خنفرة ميدلت أزلال والحوز. تساقطات ثلجية شهدتها عدد من مرتفعات المملكة وصلت إلى 30 سنتيمترا، ومصاريح التجهيز والنقل تواصل فتح الطرق وتتبع حركة السير بالمناطق المغمورة بالثلوج. نظام جديد لتصحيح الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها يدخل حيز التنفيذ، وهو إجراء يندرج في إطار إصلاح الإدارة وتقريب الخدمات العمومية من المواطنين. شكرا على طيب بقائكم معنا مشاهدينا، لقاؤنا يتجدد غدا بإذن الله.